في الباحة قامت معلمة وألزمت طالبة بالصف الخامس الابتدائي أنها تنقل الكراسي من الدور الثاني وتنزل إلى ساحة المدرسة. ما راعت المعلمة عمر الطالبة والجهد الجسدي اللي ممكن يفوق قدرتها. والد الطالبة محمد الغامدي قال أنه تفاجأ بعد عودة بنته من المدرسة بوجود إصابات وكدمات في وجهها، وبعد سؤالها ذكرت أنها سقطت أثناء أمر المعلمة لها بنقل الأثاث المدرسي. من جانبه وجه الغامدي ولي أمر الطالبة رسالته لتعليم الباحة: أرجو ألا تكون أرواح وفلذات أكبادنا رخيصة لديكم. تفاصيل أكثر ينضم لي هاتفيا من الباحة محمد الغامدي والد الطالبة يارا. حياك الله أخوي محمد. يا هلا وسهلا فيك أخوي عبد الله. أول شيء طمني على يارا، كيف أمورها الآن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، بشرك الحمد لله إن شاء الله أنها أحسن من أول إن شاء الله تعالى. أشوى رحتوا بهالمستشفى؟ نعم. طيب وش التفاصيل الحادثة؟ أول شيء أمسي عليك وعلى طاقم العمل وعلى أستاذ المشاهدين، وكل الشكر لكم للبرنامج اللي يساعد الجميع في إيصال صوت المواطن المسؤولين، والشكر موصول أيضا لصحيفة الباحة. طبعا يوم الاثنين الماضي بعد نهاية دوامي توجهت للمجمع اللي تدرس فيه ابنتي، ووجدت بجوار الباب يعني، وتفاجأت بالوضع اللي كانت فيه والمنظر المحزن صراحة يعني لطالبة صغيرة في هالسن. طبعا سألتها وقالت لي طحت على الأرض وأنا أنقل الكرسي من الدور الثاني إلى فناء المدرسة. طبعا ما قدرت تكمل حتى كلامها في وقتها، وردت علي تبكي يعني. فاتصلت، حاولت أكثر من مرة أتصل على المدرسة. طبعا توجهت للمركز الصحي، سوى لها الضماد وأخذت مشهد بالحالة. الحمد لله على قضاء الله وقدره، وحقيقة يعني اللي حز في نفسي واستغربت إن حتى إدارة المدرسة ما تكلفت باتصال يعني على الأقل إلى الآن، تعال وأخذ بنتك أو ودها المستشفى إلى الآن. أنا صراحة إلى الآن يعني ما حد عبرني أساسا. طبعا من الحصة الخامسة أخوي عبد الله إلى نهاية الدوام وكأن الوضع طبيعي بالنسبة لهم. تمنيت يعني على الأقل بدي معها معلمة حتى وصولي يعني إذا كان ما في اتصال، مراعاة للسن يعني أو إنسانية، حق الإنسانية على الأقل. طبعا قدمت الشكوى للصحيفة، طلبت فيها بالتحقيق وقالوا لي حيتواصلون مع إدارة تعليم الباحة. صدمت بالرد من إدارة تعليم الباحة يعني أن ما يحدث داخل المدارس وانتقال الطلاب والطالبات من قاعة إلى قاعة أخرى يعد من المواصلات التربوية، وقالوا أيضا أنه أثناء انتقالها من القاعة الدراسية إلى فناء المدرسة الداخلي تعرضت لخدش بسيط، وهذا مو صحيح لأنها كانت تنقل كراسي ما تخصهم أصلا. طيب الخدش البسيط يعني اللي يشوفونه بنظرهم بسيط، أبغى أعرف لو أنه في إحدى بناتهم يعني أيوة إيش حيكون ردهم، ومتى بيكون مثل هالجرح مو بسيط إذا ماتت يعني. أنت خلك معي، يارا جنبك، حولك يارا. ما تقدر تكلم يا أخوي عبد الله يعني. طيب أجل. طيب خلاص أنا بعدين بكلمها، خليك أنت معي، عشان كذا أنا معي محمد بن هضبان المتحدث الرسمي لتعليم الباحة. حياك الله أخوي محمد. أهلا وسهلا، حياك الله أخي عبد الله، وحيا الله الأخ محمد الغامدي. الله يسلمك. ومشاهدين الكرام أسعد الله مساكم بالخير ومساك يا سيدي. بس أنا بسأل أنه طالبة بال يعني هذا شكلها صغيرة جدا قاعدة تشيل المصات والكراسي، ما في خادمات في المدرسة، ما في يعني مستخدمات داخل المدرسة؟ أولا تصحيح للمعلومة، أولا الحمد لله على سلامة الابنة يارا، ونتحمد الله سلامة جميع أبنائنا الطلاب وطالبات، ونسأل الله أن يقيهم الشرور أو الإصابات التي مشابهة لهذه. يارا ولله الحمد طيبة، تأثرنا كثيرا جميعا، وفي مقدمة الذين تأثروا بهذا المشهد سعادة المدير العام للتعليم المنطقة، ووجه بتشكيل لجنة من عدد من المشرفات للشخوص للمدرسة والتأكد من الممارسة هل هي تربوية أو خلاف ذلك. كما شاهدت الابنة يارا الحمد لله أنها طيبة، أصيبت بخدش نعم،
أثناء انتقالها من القاعة الدراسية إلى فناء المدرسة، وهي داخل المدرسة، جميع المرافق التعليمية داخل المدرسة يستفاد منها، وينتقل الطلاب من قاعة إلى قاعة، من الفصل إلى المختبر إلى مصادر التعلم إلى فناء المدرسة حسب مقتضيات الحالة التعليمية، وتحت إشراف تربوي مباشر. طالبة يارا الله يحفظها كانت منتقلة من الفصل الدراسي إلى فناء المدرسة في حصة النشاط، المعلمة وعدد من الإداريات حسب ما أفاد الأخوات المشرفات، مشرفة العلوم المسلكية ومشرفة الصفوف الأولية ومشرفة التوجيه والإرشاد، أنهم قاموا بنقل الكراسي للطالبات، ولكن الابنة يارا يحفظها الله بادرت هي بطلب أنها تشارك في نقل كرسي الخاص بها هي فقط. لا يوجد لدينا أبدا تكليف لطلابنا أو طالباتنا بنقل كراسي أو ما شابه ذلك. المدارس ولله طيب الحمد. محمد خليك معي محمد أبو يارا، وأيضا نقل الأثاث المدرسي طيب كما ذكر طيب يتم من خلال شركات مختصة. احنا عشان كذا انت موجود معنا عشان ترد، يعني اذا كنا قلنا كلام خطأ انك انت تكون موجود ترد. أبو يارا، البنت هي اللي طلبت الكلام هذا انه هي تشيل كرسيها. ممكن انها هي اللي طلبت، ولكن انت اخوي عبد الله يعني هي طفله يعني في الصف الخامس. ايه يعني ايش تتوقع رده فعلها لما يقولون لها تشيل الكرسي؟ ما يعرف مصلحتها. انا ما يهمني في الموضوع يا اخوي عبد الله، ايه ولا يهم الاخ محمد. يعني اللي حزب في نفسي ان ما حد تكلف انه اتصل علي على الاقل قال تعال خذ بنتك، يعني من الحصه الخامسه الى نهايه الدوام وكأن ما فيها شيء والوضع طبيعي بالنسبه لهم. هذا اللي حزف نفسي. انا اوافق الراي، حتى ان المدرسه ما كلموك بعدين وتسروا سلامتها. والله العظيم انا معك، كلفوا علي حتى باتصال. وزين ان المعلم على زق، يعني اخذت لزق جروح وحطت على الطالب. نعم حطت لزق جروح على الجرح، يعني ما كان في مراكز صحيه قريبه من المدرسه. هذه الفكره، يعني اقل يتصلون علي يقولوا تعال وصل بنتك المستشفى. صح، واصلا ما في ممرضه في المدرسه. يا استاذ محمد، ما في اللي اسعفها يعني معلمه ترى، يعني ايه. معلمه الله خير. استاذ محمد تفضل. لا استاذ محمد من هضبان. نعم اي الان، يعني لا اتصلوا على ابوها ولا كلموا ابوها، يعني هذا ترى حزب نفسه شوي. أخوي ما في اغلى من البنت يعني عند الاب. اخوي عبد الله سم، اخوي عبد الله نعم بالتأكيد ما في لدينا أغلى من أبنائنا وبناتنا في لذلك أكبادنا، وكل طالبة وكل طالب في المدرسة هو ابن لنا وفي مقام أبنائنا الحقيقيين، وهم أبنائنا فعلا. أخي العزيز، وزارة التعليم أولت صحة الطلاب والطالبات أهمية كبيرة جدا، واستحدثت إدارة الصحة المدرسية، وكلفت في كل مدرسة مرشد صحي ومرشدة صحية، ويتلقون تدريب على مدار العام على مواجهة الحالات الطارئة. فيما يخص الابنة يارا، لم تتأخر المعلمة، اصطحبتها فورا إلى مكتب قائدة المدرسة، وقامت المرشدة الصحية بعمل الضماد اللازم لها وعمل مسحة طبية وأيضا لصق الجروح، وهذا متواجد في كل مدرسة، الصيدلية المبسطة لمواجهة مثل هذه الحالات. اسمح لي محمد، أنا والله أنا بس بقولك طلب منها من قائدة المدرسة، وأنا الحقيقة أشكر قائدة المدرسة ومعلماتها محمد إذا سمحت لي. لا أنت قاعد تشكر، أنت قاعد تشكر الجميع، بس اسمع مني ونتصل فيها الآن. محمد، لو بنتي ولا بنتك أقول اتصلوا علي وشكرا يعني على هاللزق اللي حاطينه بوجهها. أنا محمد، أنت قلت إنه الوزارة مسوية والضماد وما الضماد. أنا محتاج أعطيك السبب أخي عبد الله. محمد أعطيك السبب أخي عبد الله. الناس قاعدين يشوفونا، أنا ما قاعدين نعطي الناس كلام صحيح والله. أخي عبد الله تفضل. أخي عبد الله يا سيدي إذا سمحت لي. تفضل أخي عبد الله. قائدة المدرسة ذكرت في إفادتها بأنها بلغت الطالبة، طلبت من الطالبة أن تتصل بولي أمرها، ولكن الطالبة كان لديها مشاركة جميلة في مشهد تمثيلي، وكانت متحمسة جدا لأن تشارك زميلاتها، فرفضت أن يتم الاتصال بولي أمرها، ولم يكن الموقف يستدعي الاتصال بولي أمر. يا محمد، الحادثة محمد ولله الحمد بسيطة محمد جدا. أنا معك وهي إذا سمحت لي لا ما الطالبة
في 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 مؤسسة تربوية وهي مع معلمات وقائدة مدرسة يولونها كل الاهتمام والعناية والرعاية. والله لو بنتي أو بنتك أنا بقول لا اتصلوا علي وما عليكم في البنت وش تقول لكم. خلينا نكون صادقين يعني بنتي ولا بنتك بقول شكرا يعني مديرة المدرسة يجب أن هي تتواصل على طول مع ولي الأمر تقول تعال شوف البنت ودها إذا تبغى تطمن عليها ولا تراها في أيدي أمينة يعني هذا كلامي ترى بس. هي في أيدي أمينة وفعلا لو كانت ابنتي لشكرت المدرسة على ما قامت. طيب أنا أبو يارا. تفضل أخي عبد الله تفضل. خلني أكلم يارا إذا ممكن. والله هي بنت خجولة يعني يا أخوي عبد الله. ما عليه حتى لو خجولة خلها شوي تتجرأ. ما تقدر تتكلم صدقني هذا أنا اللي شفته يعني غير كلام الأخ محمد يعني. والله ما انا اقول انه احنا قاعدين قدام الناس نتكلم فلازم انه يكون الكلام شوي يعني مقنع. معليش اخوي عبد الله يعني تمنيت حتى من التعليم الباحه يعني اذا انها فعلا يعني تحس باحساس المسؤوليه وشكوى اولياء الامور اقلها اتصال يعني يسمع من ولي الامر او حتى الحمد لله على سلامه بنتك يعني. صحيح يعني وحنا عشان كذا ابو يارا حنا عشان كذا اتصلنا عليك وقلنا نطمن على يارا هذا اهم شيء عندنا وانها طلعت بسلامه هذا مهم جدا. اللهم لك الحمد. والله يخليها لك ويخليك لها. واخوي محمد بن هضبان شكرا جزيلا لك يعطيكم العافيه في تعليم الباحه بس محتاجين تتواصلون مع بنتنا يارا وتهتمون فيها اكثر شوي. شكرا لكم ويعطيكم العافيه.